اوكي، بفيديو اليوم رح نحكي عن السترينج اكتر. بأول فيديو عن البيسكس اخذنا بيسكس اكتر شوي عن السترينج، كم ميثودز اخذنا فيها بالسترينج. اليوم رح نحكي اكتر عن السترينج، رح ناخد ميثودز كتيرة كيف ممكن نغير بشكل سترينج، الأبر اللور، وكيف ممكن نعمل تغييرات اكتر على السترينج. اول موضوع رح نبدا فيه رح نحكي اكتر عن كيف اعمل اندكس للسترينج وسلايسينج، بمعنى انه كيف اجيب كل حرف، وسلايسينج كيف اجيب كل مقطع من الكلمه. اوكي، هنا في عندنا فاريبل بالصوره هاي، في عندنا فاريبل خزننا ب str كتبنا فيها كلمه هلو، فهي كل حرف بياخد اندكس معين بالترتيب. فهي هلو رح ياخد 0 1 2 3 4، من 0 ل 4 اللينث تبعها رح يكون 5 بحسب عدد الحرف، في اخر اندكس بلس 1 حيكون هو اللينث. السترينج سكوير براكت 0 اذا عملنا اندكسينج ل 0 رح يعطيني اتش، لل 1 رح يعطيني اي، لل 2 ال، 3 ال، لل 4 او. هاي كيف اعمل اندكس للسترينج. اوكي، لو كيف بدي اعمل سلايسينج، بمعنى اني اقطع اخذ، يعني خليني اخذ اجزاء من الكلمه، ما اخذ الكلمه كلها. لو بدي اخذ الكلمه كلها عن طريق الكولون، فخلينا نبدا بس هون انه كيف ناخذ جزء، انه كيف انا بعطيه بالاول من وين يبدا ومن وين ينتهي. فلو انا ما اعطيته من وين يبدا ومن وين ينتهي، اعطيته جست الكولون، حيعطيني الكلمه كلها. اذا بلشت له اعطيته زيرو، فأوريدي الكلمة رح تبدأ من زيرو باي ديفولت من هون، حتى لو ما حطينا رح تبدأ بزيرو ورح تنتهي لآخر السترينج باي ديفولت حتى لو احنا ما حطينا، فرح تطبع لي السترينج كلها. نفس الاشي هنا، ما حطينا فهو رح يبدأ لي من صفر لخمسة. هلأ خمسة حطيناها هي اللينكس تبع الكلمة، بس احنا حرفيا ما عندنا اندكس خامس، عندنا اندكس رابع، بس آخر اندكس هو not included، يعني رح يوقف لي لعند الأربعة، فبطبع لي السترينج كلها. قصدي بهاي ممكن تشوف هذا عشان توضح أكتر. فهو ببلش لي من أول شيء من السترينج من صفر لتلات، طبع لي H E L H E L للتنين، ما طبع لي L اللي هي التالتة، ما طبع لي الاندكس التالت لإلها، لأنه رقم تلات not included رح يطبع لي من صفر لاتنين. هون رح يطبع لي من صفر لواحد، ما طبع لي ال للاتش، لا سوري للاي بس. ومن واحد لأربعة إذا أنا حطيت له من واحد مش رح يطبع لي الاتش، رح يطبع لي من الاي رقم واحد لثلاثة، مش رح يطبع لي الاو، لأنه حكينا نفس الشي برضو لما كنا نعمل بالليست إذا بتتذكروا. كان آخر إشي not included، آخر إشي كنت أحطه لما بدي أعمل slicing أو index للليست، برضو بالرينج، فهو آخر رقم بالرينج. مثلا إذا كنا بدنا نعمل loop تطبع لي من واحد لعشرة، كنا نعمل range من واحد لحداش، حداش بتكون not included. فهي هون نفس القصة، آخر رقم بالindex بيكون not included. أوكي، هلا بدنا نشوف بأكتر من طريقة إنه كيف بعمل string، عن طريق single quote، double quote، وtriple quote. هلا متى بعمل single quotation أو double quotation هي ما بتفرق، بس بتفرق بحالة واحدة، إنه إذا إحنا بدنا نستخدم جوا double quotation راح نستخدم برا single quotation، لأنه إذا عملنا single وبرا وجوا single حيوقف لهون، هذا مش راح يعتبره string، راح يعتبره اسم مش فاهمه بالبايثون، راح يعطيني عليه error. برضو إذا حطيناها double quotation جوا بدي أستخدمها single quotation، اللي triple إذا بدي أستخدم التنتين single والdouble. أوكي، لو نعمل إنه نطبعهم ونشوف الناتج تبعهم. yes، هاي هون انطبع لي double quotation single quotation وبال triple انطبع لي الdouble quotation والsingle quotation. أوكي، هون في عنا variable كتبت فيه string anything still، بدنا نشوف اللينث تبعه، مثلا عن طريق function len or method، عن طريق اني انا دي variable احط جوا len بالparentheses وبس بعمل run، حيعطيني 18، فهي بتنتهي لل 18. بس بدي اورجيكم انه حتى space فهي محسوبة، وحتى first stop فهي محسوبة بالindex. يعني لو بدي اعمل print، خلينا نعمل print لل variable صفر، حيعطيني الـ A،
لو أعمل print للإندكس التاسع حيعطيني ال space المساحة هاي، لأنه 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كانت المساحة. أوكي لو أعمل print لماينس 1 برضو كيف كنا نعمل بالليست، ماينس 1 كان يعطيني آخر رقم بالليست، هون برضو لو عملت للسترينج ماينس 1 حيعطيني الفول ستوب النقطة يلي انتهت فيها. أوكي مثلا لو أنا بدي أطبع تيلينج، بدي أطبع كلمة تيلينج بس عن طريق أني راح أعمل print للفاريبل عن طريق هلأ الهاي بتنتهي الماين، أنا بدي بدل من التيل رح يكون الاندكس تبعها رقم 10 واللينكس تبعه 18، أنا ما بدي يطوالي الفول ستوب فرح أخليه يطوالي ل 17، أعطاني كلمة تيلينج. هيك عملت سلايسنج، ما بدي كل السترينج بدي بس كلمة تيلينج. من السترينج كيف بطولها؟ عن طريق اني ابدأ بالسترينج تبعها وانتهي لعند اخر اندكس، بس الفول ستوب ما عندي اياه فاخذت لاندكس 17. اوكي كيف اعمل ريفيرس للسترينج؟ بس بسهولة اني اجيب print واجيب اكيد الفاريبل كولون كولون ماينس 1 بعطيني الريفيرس للكلمة، اعطاني هون فول ستوب جي ان تيلينج انعكست كلها anythings بلش له بالاس والجي، فهي صار عندي reverse للstring عن طريق colon colon minus one. هاي جاهزة في البايثون الindex هاي بهذه الطريقة بعمل لي reverse للكلمة. اوكي هلا رح نبدأ ب common string operation عن طريق اني اعمل concatenate. فعندي هون خزنت بالstring الاول milk. اوكي خزنت فيها ملك and string الثاني خزنت فيها كوكي، فعملت string snack، خلينا نعملها snack equal، بجيب string الأول اللي بدي أعمل concatenate، جبنا variable جديد، عرفنا variable جديد، راح أخزن فيه string عن طريق concatenation string بstring، وهاي spaces بتفصلها. فلو أعمل print للsnack هيعطيني ملك and الكوكي، بس هنا ما نترك فراغ، اعمل run هيعطيني yes ملك and كوكي عشان احنا تركين فراغ هون، هيك افضل. اوكي هنا في عندي انه لما بدي اعمل concatenate لسترينج مع other data type شو ممكن يعطيني؟ اكيد هيعطيني error، لانه كيف اعمل concatenate integer مع string؟ خلينا نشوف ال type error، بحكي لي انه can only concatenate string not integer to string، يعني بس انا بقدر اعمل concatenate string لstring، ما بقدر اني اعمل concatenate integer to string. ففي طريقة اني اعمل concatenate لهم تزبط اني الكوست او هاي data type تبعها integer، اوكي وهاي الداتا تايب تبعها string، فاحنا قلنا من string to integer ما بزبط، ففي طريقة اني احول الكوست الانتجر هاي لstring عن طريق التايب str واحطها باقواس فهي بتتحول لstring، وبس بعمل run بعطيني الجواب وبطبع لي اياها، هي زي كان عمل لي اياها concatenation string مع integer، بس الانتجر صار string حولناه لstring. اوكي هلا رح ندخل على الميثودز يلي موجودين في البايثون، في عندنا ميثودز كتيرة رح نحاول نغطي اغلبها يلي موجودين هون. اوكي رح نبدا بوحده وحده وشرح على كل وحده. حطيت خزنت بفاريبل كتبت فيه welcome to my world، بعدين حطيت خزنت variable جديد اللي هي p0 dot capitalize. الcapitalize شو بتعمل؟ بتعمل convert the first character to uppercase، بس هيك شغلها. الcapitalize أول كلمة بس، أول كلمة مش حتى كل كلمة
أو أول حرف من كل كلمة، لا برضو أول حرف من كل كلمة عندي الميثود الثاني، بس الميثود كابيتالايز بتعمل لي بس كابيتال لأول حرف. هون لما عملت run أو عملت print للm 0 method رقم 0 أعطتني welcome بالكابيتال letter. تمام، الميثود الثانية في عندي welcome to my world، عملت الp1 التغيير عليها خزنته بالm1 بعمله dot center حطت 70 وطبعت النتيجة، فهي بحط لي هون 70 بتترك لي 70 فرق وبعدين بطبع لي الكلمة. مثلا لو غيرت لو احط 50 وعمل run حيترك لي 50 وحيعمل لي print لها. اوكي الكاونت، ففي عندي هون بالميثود الثاني الكاونت بترجع لي كم مرة الفاليو او اللي اعطيتها اياها هون كم مرة كانت موجودة بالسترينج، كم مرة كانت يعني موجودة كانت موجودة بالسترينج. ال p2 welcome to my world welcome، فعملت b2.count لازم احدد له شو هي يعني شو الاشي اللي يعده بالسترينج، حطيت له كلمة welcome. عملت print للميثود الثانية اعطاني 2 اللي هي هاي اول مرة وهاي تاني مرة كانت موجودة بالسترينج عن طريق الكاونت. الانت with بمعناها انها بتنتهي ب، ترجع لي false وtrue اذا كانت انت with، فهنا انا كتبت welcome to my world ما بتنتهي ب دي، هي ما بتنتهي بفول ستوب، فانا عم بساله انه هي انت with فول ستوب اور نوت، هيعطيني فولس لانه لا، فلو احط له او خليه فول ستوب واحط هنا فول ستوب اعمل رن راح يعطيني ترو، فانا بقول له هي بتنتهي بنقطه اعطاني ترو هي فعلا بتنتهي بنقطه. اوكي هنا بحكي لي ويلكم تو ماي وورد، حكيت له is lower السترينج هذا b4 خزنته dot is lower. is lower كأني عم بسأله انه السترينج كله lower، فهي لا في عند w هون lower، فرح يعطيني is lower و is upper نفس الشيء، بس is lower بتولي عنه كلهم small، is upper بتولي عن انهم كلهم capital، فلو اعمل هاي كلهم small واعمل run رح يعطيني true انهم هم كلهم lower، لازم يكونوا كلهم lower مش اشي lower واشي capital لا، فرح يعطيني true. فبرضه لو اعمل اخزنه مثل كله w اخزن هنا t capital اخزن هون w واعمل lower مش is lower اعمل print رح يعطيني string كله بlower، لو اعمل upper string كله حيعطيني اياه upper، حيعطيني اياه upper، لو اعمل is upper حيعطيني error سوري مش error حيعطيني false لانه في عندي احرف small، فهيك is lower و lower و upper و is upper. اللور والأبر بحولوا لي اياهم، الاز ابر والاز لور برجعوا لي ترو فولس كاني عم بساله. اوكي هون برضو اعطيته السترينج ويلكم تو ماي وورد اجين بي 2 توت از ايدنتيفاير، شو يعني ان السترينج يكون ايدنتيفاير او لا، فهي بترجع لي فولس وترو انه هي اذا هي ايدنتيفاير بيعطيني ترو اذروايز رح يعطيني فولس. طيب كيف يعني انه السترينج يكون ايدنتيفاير؟ انه بيكون اونلي كونتين الالفا نيميريك، يعني بيحتوي على letters من A to Z او بيحتوي على ارقام من 0 to 9 or underscore، اذا احتوى على هذول فهو بيكون ايدنتيفاير للسترينج. طيب اذا ما كان ايدنتيفاير بشو بيكون بيحتوي؟ بيحتوي على spaces، اي spaces كان موجود فيها فهو بيكون not identifier. هون اعطاني false ليش؟ لانه في spaces، فلو خزنت لو حطيت ارقام between the spaces وما كان في spaces واعمل run رح يعطيني true، لانه حكينا اذا بيحتوي ارقام احرف بيكون identifier، بس اذا كان في spaces رح يعطيني اياه not identifier. اوكي برضو نفس الشيء is title، فأنا بسأله إنه welcome to my world is title or not، فهي is title. title بمعنى إنه يكون كل كلمة أول حرف يكون فيها capital، يعني لو عملت هاي التي عملت اسمه وعملت run رح يعطيني false مش رح تكون title. أوكي برضو في عنا function تانية مش is title زي lower upper is بشيل is وبعمل run رح يعطيني welcome to my world capital كل كلمة موجودة فيها أول حرف، فبعطيني إياها as a title.
الستيب اللي حكينا عنها بأول فيديو، بس هنا اكزامبل تاني ممكن انها يعني تكون اوضح. فانا عملت بي 7، حطيت فراغات، هاي فراغات عملت، وبعدين عملت لها ستريب خزنت بميثود 7. بميثود 7 حطيت اي 1 سي كوما الهاي، بعدين بكمل تيو. فلو اعمل رن وانا عملت ستريب فهي راح تطبع لي هيك. طيب لو عملت رن لا البي 7، شوفوا كيف راح يعطيني الاوتبوت، حيعطيني الاوتبوت بالفراغات اللي دخلها. يعني افرض هون دخل لي اياها يوزر، دخل لي فراغات، دخل لي كده. انا ما بدي الفراغات تنطبع عشان شكلها مش حلو، فانا بطبع عن طريق بعمل ستريب للكلمه اللي دخل لي اياها وبيطبع لي اياها مثل هيك، بتكون احلى. اوكي الميثود رقم 8 اللي هي السواب كيس. السواب كيس بتبدل لي من اسمها ال W سوري الكابيتال بتخلي سمول، والسمول بتخلي كابيتال. كل حرف موجود فيه ال T هاي كانت كابيتال صارت سمول، ال M كانت كابيتال صارت سمول، ال Y كانت سمول صارت كابيتال. فهي بتبدل لي كل حرف سمول بتخلي كابيتال، وكل حرف كابيتال بتخليه سمول عن طريق ميثود السواب كيس. ميثود رقم 9 او هي فعلا رقم 10 عشان انا بلشت العد من صفر. اوكي مش مهم. الميثود التاسعة فهي اللي هي split line. split line انه يعمل لي ال split، تعمل لي ال string بتحط لي اياه بليست. وهنا lines اللي هي احنا كل line حاطين موجودة بالstring، خلي هاي ب لحال، هنا موجودة الحال بالليست، وهاي تكون موجودة الحال، يعني يكونوا مفصولين. كل لاين أنا بحطه افصل لي اللي قبل عن اللي بعد، وبعمل سبلت لاين وبحط لي إياها بخزن لي إياها جوا الليست. أوكي برضو في عنا الميثود اللي هي إز نيمريك. إز نيمريك يعني برضو عم بسأل إذا هي كلها نيمريك، يعني كلها أرقام، فهي أنا مخزن هون كلها أرقام، عم بسأل إز نيمريك فأعطاني ترو لأنها كلها أرقام كلها نيمريكال. أوكي برضو في عندي هنا الميثود رقم 11 دوت آر فايند. آر فايند بمعنى ريفيرس، والفايند بمعنى دولي. على الآر يعني دولي من آخر السترينج، find الدبليو، فالدبليو رح يعطيني رقم 14 مش رح يعطيني الأولى. فلو أشيل الآر وأعمل run رح يعطيني صفر الفايند، فهي بتبحث لدول على الدبليو بأي إندكس موجود. إذا أعطيته إشي مش موجود، نعطيه حرف الكي مش موجود، رح يرجع لي minus one، ما بتعطيني error الفايند. الفايند إذا مش موجود بتعطيني minus one، بس إذا كان موجود بتعطيني الإندكس تبعه. فانا هنا بدي دبليو، بس ما بدي يعطيني الدبليو بالاندكس يبلش لي من الاول، بدي اياه يبلش لي من اخر السترينج. فبعطي ار وبعطي هون دبليو عشان كابيتال، عشان لان اياه كابيتال بيعطيني الاندكس رقم 14 له. اوكي برضو في عنا ميثود رقم 12 is all num true. is all num بمعنى انها تكون كلها is ال بمعنى الالفا، نم بمعنى نيوميريكال. فهي برضو الفا نيوميريكال بمعنى انها من الاحرف والارقام بس بتتكون، ما عنديها ما فيها سبيسز. اوكي اخر تنتين از اول الفا بمعنى انها تكون كلها احرف، فهي هي يس احرف، بس برضو ايش اللي بتخرب لي انها تكون مش احرف؟ السبيسز. هون في عندها سبيسز، وهاي ال التعجب الهاش برضو الأشياء هاي بتخرب لي إنها تكون كلها ألفا. هنا اللي بخرب لي إنها spaces، يعني بس لو شلت spaces وعملت run رح يعطيني أوكي سنة نشل بالstring رح يعطيني true لأنه ما عندي spaces. والjoin بتعمل لي join بمعنى أنا خزنت هون welcome، خزنت فيها tuple as a string، وخزنت فيها كوما كوما كوما، فهي join للبي 14 اللي هي خزنت فيها التبل الات إشارة الات، فهي كل كوما رح يعطيني بدلها إشارة الات. فيس هاي مجموعة كبيرة من الميثودز، فيكم برضو تعملوا سيرش وتشوفوا تطبيقات أكثر عليهم.